المادة دي المادة دي المادة دي لا يا عم الطفاية بتاعتك دي يا ابو عم. خمس خطوات لازم تعملهم علشان تقدر تتغلب على اي مادة انت بتكرهها. خطوة رقم واحد، كتير مننا حب مادة علشان مدرس معين، وكتير مننا كره مادة عشان مدرس تاني. حتى لو دكتور في الجامعة ممكن يكون شاطر فيحببك في المادة دي والماتيريال دي، وممكن يكون شرحه على قده فبالتالي تلاقي نفسك مش طايق المادة. الفكرة كلها خطوة رقم واحد انك تدور على انستراكتور او مدرس يشرح لك تفهمه وتقدر تسمعه، وفي نفس الوقت تكون قادر مستوعب كل اللي بيقوله وتحبه. الفكرة كلها انك هتقدر تتقبل منه المعلومة وتقدر تستوعب منه اكتر، وفي نفس الوقت تقدر تتواصل معاه لو قدرت. يبقى في الحالة دي انت كده وصلت للمكان المناسب. خطوة رقم اتنين، الخطوة رقم اتنين هي انك تبدأ تشوف ايه الاساسيات اللي وقع منك. خلينا اديك مثال بسيط. وانا طالب زمان كان في مشكلة عندي في الكيمياء، المشكلة دي بكل بساطة كانت ان انا مش شاطر في الكيمياء. طيب يا ترى ايه الحل؟ الفكرة كلها ان انا لقيت عندي مشكلة كبيرة، انا مش حافظ الرموز الكيميائية ولا حافظ تكافؤاتها. وبكده لما دورت على الجزء في الاساسيات اللي ضايع مني وبدأت اعالجه، بدأت الدنيا تتحسن وتتحسن كمان كتير جدا. قلت لي يا عم مادة زي الفيزياء انا بكرهها، قلت لك المشكلة ممكن تكون في شوية اساسيات زي شوية اساسيات رياضة، وانك تظبط شوية حاجات تعرف تستخدمها على الاقل حاسبة وشوية تريكس بسيطة كده، هتلاقي المادة بتاعتك بدأت تتطور. خطوة رقم ثلاثة، تحل اسئلة كتير. ازاي يا عم انا مش عارف حل اصلا؟ الفكره كلها انك تجيب اسئله محلوله وتكون بسيطه وسلسه في الاول، ابدا حلها وابدا شوفها. طب انا مش عارف حلها، ابدا شوف اسئله زي دي محلوله وابدا حلها مره كمان. بعد ما تشوف حلها فهمت حلها، يلا طبق مره كمان على نفس الاسئله. طيب وبعدين ابدا خش على افكار جديده، ارجوك طبق على نفس الاسئله اللي انت اوريدي لسه فاهمها. وبعد كده هتبدا مع الوقت تتطور في الحل وتلاقي نفسك عارف تحل اسئله اصعب واصعب واصعب. بس الفكره كلها ابدا من البسيط وابدا صعب عليك الدنيا، وشوف اسئله محلوله، شوف حد بيحل، حاول تسال المدرس، اسال كتير، قول له انا مش فاهم دي، طب هي دي جت منين، طب هي دي حصل فيها ايه. حاول تسال وتحل كتير، هتلاقي المشكله اتحلت ان شاء الله. خطوة رقم اربعة، الخطوة رقم اربعة دي من المشاكل الكبيرة، ودي مشكلة ان انت هتتهرب. كلنا نيجي دور المادة اللي بنكرهها نبدأ نعمل بقى موشن كده، ايه ده انا صدعت، وتبدأ هنا في الحالة دي تقولها باي باي ومش عايز اذكرك. الفكرة كلها طول ما انت بتهرب منها المشكلة مش بتصغر، المشكلة بتكبر وبتكبر وبتكبر، وفي الاخر هتلبس في وشك تجيبك على وشك وتضيع لك الدنيا. الفكرة كلها ابوس دماغ اهلك، اوعى تهرب. كل اللي تعمله انك كل يوم تديها جزء من وقتك. يا عم ان شاء الله تديها 10 دقايق، قلت لي يعني هعمل ايه في 10 دقايق؟ يعني هدور على الكتاب؟ قلت لك بكل بساطه ال 10 دقايق دول حتى لو هتفتح فيهم ورق شرح تقراه، ده في حد ذاته هيخلي مخك دايما فايق للماده دي، وهيخلي عقلك يتطور فيها، وهيخلي المعلومات صحيه على طول في دماغك. علشان كده لازم الماده اللي انت ضعيف فيها تديها كل يوم من وقتك، حتى لو نص ساعه، حتى لو وقت قليل جدا، الفكره انك تديها جزء من وقتك. خطوة رقم خمسة، الخطوة الأخيرة والخطوة الأهم والخطوة اللي هتعلم معاك الدنيا، اشرح. يا عم أنا بقولك بكرهها، هروح أشرحها؟ أه والله اشرح. حاول تفهم الدرس، تروح تشرحه، اشرحه لنفسك، اشرحه لحد من قرايبك، خد واحد صاحبك اشرحه له، غاب من حصة أو غاب من الدرس ده اشرحه له، اشرح الدرس. كل ما هتشرح أكتر كل ما هيثبت في دماغك. يا عم أنا ما بعرفش أشرح أصلاً، قلد المستر، قلد الدكتور، المهم إن أنت تحاول تعيد صياغة المعلومة ولو حتى بطريقتك أو بطريقة مشابهة. الفكرة كلها المعلومة لما تطلع منك ساعتها حاجتين هيحصلوا، ثقتك في نفسك هتزيد، أنت ما بقتش ضعيف فيها، ده أنت قاعد بتشرح له ده وده، حتى لو قاعد نص الشرح مثلاً عمال بتهبد عليه، شغال، اشرح، جرب، حاول. وبعدين الخطوة رقم اتنين، لعل وعسى ربنا هيبارك لك إن شاء الله علشان بتساعد غيرك، والأهم من ده كله ثقتك في نفسك هتزيد جدا. يبقى الخطوات الخمسة هما: واحد، ابدأ دور على مدرس كويس تحبه وتفهمه. خطوة رقم اتنين، انك دعم الاساسيات واشتغل عليها كويس، ودي من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. خطوة رقم تلاتة، حل 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 على قد ما تقدر اسئلة محلولة وكمان اسئلة مش متجاوبة، وحاول تتدرج من السهل للصعب. خطوة رقم اربعة، بالله عليك ما تهربش من المشكلة، المشكلة عمالة تكبر وتتفاقم وانت سايبها محلها. خطوة رقم خمسة، حاول تشرح اللي انت فهمته بغض الطرق باي طريقة، المهم تحاول تطلع اللي انت فهمته لحد غيرك علشان يبدأ المعلومة تتخبط في دماغك وتقعد وتثبت في دماغك اكتر واكتر. اتمنى الفيديو يفيدكم، والسلام عليكم.